زملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بلقاء جديد ضمن سلسلة الهندسية انجينير ستوك. هذا اللقاء الفريد والمميز، وهو بعنوان Comfort Design of Residence, Residential Office and Other Buildings، التصميم المريح. هذا المصطلح الجديد قد يكون القليل من الزملاء قد سمع بهذا المصطلح. ما هو التصميم المريح ولماذا يجب علينا أن نصمم أو بهذا الأسلوب؟ ما هي مبادئ وإنجاز التصميم المريح؟ ما هي آلية التصميم المريح للأبنية والمباني الأخرى؟ والمزيد بلقائنا القادم إن شاء الله مع الدكتور إياد الضغيم. الدكتور إياد الضغيم وحاصل على الدكتوراه بالهندسة المدنية من جامعة كاسل بألمانيا، أكثر من 12 سنة في التصميم الأبنية واصطدام السيارات تحت تأثير الحمولات الديناميكية وحمولات الانفجار، وهو قائد فريق تطوير شركة مرسيدس بنز لتطوير السيارات ودراسة آليات اصطدام السيارات بألمانيا. لقاؤنا القادم السبت الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، نلقاكم على خير.